يا مساء الانوار وحالة كده مع حلقات الكابيتانو مع احمد السيد النادي الاهلي النادي الاهلي النهارده بيضرب بقوه وبيكسب النهارده 4-0 وبيعصر الاسماعيلي باربع اهداف مقابل لا شيء على ملعب برج العرب في اسكندريه الهدف الاول احرزه علي معلول من بينالتيز الهدف الثاني احرزه بيرسي تاو الهدف الثالث احرزه بيرسي تاو والهدف الرابع احرزه اللاعب البديل احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي اللي هو كان طالع اعاره سموحه السنه اللي فاتت والسنه دي راجع تاني لحضان إيه النادي الاهلي هتكلم عن المباراه وحل المباراه وايه الشكل الحلو والكوره والديناميكيه والسلاسه والاداء والنهارده بيتسو موتسيماني غير طريقه اللعب من الفترات اللي فاتت كلها من 4 2 3 1 لعب فتره 4 3 3 النهارده بيفاجئنا وبيفاجئ كل الناس وبيفاجئ النادي الاسماعيلي وبيفاجئ الكابتن طلعت يوسف وبيلعب النهارده 3 4 3 شكلنا كان عامل ازاي؟ ادائنا كان عامل ازاي؟ ليه غيرنا طريقه اللعب؟ ايه اللي كان بيدور في فكر ميتسو موتسيماني ده اللي هتكلم عليه في احداث الحلقه النهارده اتمنى اللي بيتفرج عليها لاول مره ينزل ما سبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس واهم حاجه اللايكات ويرى بيننا نخش ونشوف النهارده بيتسو متسماني والكره الحلوه والتيكي تاكا اللي اتلعبت النهارده من النادي الاهلي في مباراته مع نادي الاسماعيلي. والله يا جماعه ما ملاقي احسن من النادي ده عشان اشجعه، والله العظيم لو في حد ذكر عن عن النادي ده هشجعه، والدغري يطلع لي والمانجا النادي الاهلي خلينا نشرح على البورد كان طريقه لعبه ازاي النهارده في اول مره النهارده بيلعب النادي الاهلي بطريقه 3 4 3 النهارده ابتدى النادي الاهلي وبيتسو متسماني ب 3 4 3 بعد الناس تسالني تقول لي ليه يا احمد النادي الاهلي غير طريقه اللعب النادي الاهلي غير طريقه اللعب من 4 2 3 1 بسبب ان النادي الاهلي من وجهه نظري الشخصيه بيتسو متسماني السنه اللي فاتت دخل فيه في بطوله الدوري 28 جون ما جابش سنتر باك قوي يلعب جنب بدر بانون ياسر ابراهيم مش ماشي معاه كيميا ما بينه وبين بدر بانون ايمن اشرف مش ماشي لعب مره بيسر وايمن مش ماشيه لعب بره بربيعه وايمن مش ماشيه ربيعه وياسر ابراهيم مش ماشيه كل ما يجي يلعب باثنين سنتر باك النادي الاهلي بيخش فيه جوان وبيستقبل اهداف برازه مباراته اللي هي كانت في دورة ابطال افريقيا في دور ال 32 لما كان بيلعب بطل النايجر دخل فيه يعني هدف رائع وهدف جاي شكلنا وحش ادائنا كان وحش بالذات في خط الدفاع فمش عايز يبتدي الموسم بنفس الشكل وبنفس الاداء وبيستقبل الاهداف قعد يفكر بيتسو موتسيماني هم محللين الاداء يعني وكابتن سامي أمصان. طب نعمل ايه نحل المشكله دي ازاي معندناش ما عندي ناس اتنين سنتر باكات اللي جربنا كل حاجه كل السنتر باكات اللي عندنا لعبناهم في الحته دي وفي المركز ده حتى حمدي فتحي اللعيب السنتر ميد ولعيب رقم سته في النادي الاهلي جبناه يلعب سنتر باك فتره من الفترات يلعب جنب بدر بانون وجنب ايمن ما يمشيش طب نعمل ايه لعب على لطفي في حراسه مرمى قدامه ثلاثي خط الدفاع كاليبرو حمدي فتحي لعب على يمينه بدر بانون ولعب على شماله ايمن اشرف اثنين في نص ملعب كان اللاعب عمرو السوليه وكان ايلو جونج لعب على شماله لاعب علي معلول ولعب كباك رايد. اكرم بضافي وثلاثي امامي كان سترايكرز النهارده كان اللاعب بيرسي تاو وكان على يمينه محمد مجدي قفشه وكان على شماله اللاعب ميكسوني ده كان شكلنا 3 4 3 وادائنا في احداث المباراه بيتسو موسيماني فضل ان هو ما يبقاش فيه بلاي ميكر يبقى موجود في الحته دي ما كنا بنلعب 4 2 3 1 بالبلاي ميكر كان بيبقى محمد مجدي قفشه هو اللي بيشغل الناحيه دي كلها وبرده الخطه دي بصراحه السيزون اللي فات ما ادتش ثمره ولكن فضل النهارده بيتسو موسيماني ان هو يعني يعني ام دفاعه بشكل اكتر لانه النادي الاهلي لما بيخش فيه هدف بيرتبك ففضل ان هو النهارده يلعب لا كليبرو كحمدي ويلعب باثنين بس موجودين عمرو صلاح والي جونج والثلاثي الامامي شرحنا مع بعض دي كانت طريقه لعب النادي الاهلي النهارده 3 4 3 شكلنا كان حلو شكلنا كان مميز في ارض الملعب ابتدت المباراه سيطره واستحواذ كامل للنادي الاهلي ب 3 4 3 نص ملعب كان حلو الي جونج عمرو الصليه ناحيه اليمين كان ابكران توفيق بيعمل الاوفرلابس بشكل هايل كذلك علي معلول الثلاثي الامامي ميكسون وبيرسي تاو واللاعب محمد مجدي قفشه بصراحه كانوا عالميين كان يعني في انسجام يعني وكان في خفه وكان في رشاقه بالوان تاتش بالوان باس والتحرك من غير الكوره كان باين ومميز ارض الثلاثي الامامي هو التحرك بدون بدون كوره عجبتني قوي النهارده سرعه النادي الاهلي في الفينشينج وانهاء الهجمه والدقه في انهاء الهجمه حصلنا على بيلانتيز ركله جزاء يخش طبعا اللاعب علي معلول متخصص في بيلانتيز النادي الاهلي يحرز الهدف الاول النادي الاهلي وراه على طول يعني بيرسي تاو اللاعب الهائل المميز جنوب افريقي بيستغله النهارده كمهاجم النهارده بيرسي موسيماني بعض الناس هتقول لي يعني فين محمد شريف فين حسام حسن, حسن ليه النهارده ما شاركوش على حساب بيرسي تاو وجهه نظري الشخصيه يعني هو بيرسي موسيماني اعتقد الفتره الجايه هو بيرسي تاو اللي هيبقى مهاجم النادي الاهلي في الفتره الجايه ليه لان هو بيتميز بالدريبلينج والسرعه وبيقدر انه يفوت ما بين المهاجمين عندنا بيرسيتاو وعندنا محمد شريف عندنا اللاعب حسام حسن كل مباراه يعني ليها ظروفها وليها المطلوب منها لسه السيزون بدري طويل جدا جدا لسه كل لعيبه هتاخد فرص وكل لعيبه هتلعب النهارده يعني زي ما قلت بيتسو تاو وهو ليله تالقه النهارده بيحرز هدفين مميزين وهدفين حلوين الشوط الاول ينتهي 3-0 صالح فريق النادي الاهلي هتكلم عن اسماعيل اسماعيل كان سيء جدا وحش جدا النهارده الكابتن طلعت يوسف بيغيب عن المباراه بسبب الاصابه بالكورونا بنتمنى له الشفاء النهارده كان هو اللي كان بيدير المباراه كابتن المساعد الكابتن محمد ابراهيم لمساعد الكابتن طلعت يوسف ولكن يعني الراجل اللي حاولوا ولا ولا قوه اتفاجئ النهارده بالنادي الاهلي مش عارف يعمل ايه تاني الثاني النادي الاسماعيلي سيء اللعيبه اللي انا شفتها في النادي الاسماعيلي كلها لعيبه سيئه جدا اللي ما عجبنيش بس اللي هو اللعيبه اللي كانت في نص ملعب يعني شويه هو اللاعب محمد عادل هم دول ابرز العناصر نزل بعد كده قدام محمد صادق غياب فخر الدين بن يوسف غياب فخر الدين بن يوسف من غير نظره شخصيه وانتقاله لنادي بيراميدز يعني بنسبه كبيره هو مؤثر على فريق النادي الاسماعيلي ما فيش جه بقوه فخر الدين بن يوسف الراجل كان بيسحب الفرقه من تحت ويطلع بيهم لقدام النهارده محمد صادق معملش الدور ده محمد شامي معملش الدور ده مبوري معملش الدور ده كان عندهم لعيب احمد مصطفى ما ملعبش ما ليه النهارده لعيب مميز ولعيب هايل برضه ولكن برضه لو نزل في حاله الفركشه اللي كان فرقه ما كانش هيقدر يعمل حاجه لان النادي الاهلي عادي قوي وتغيير طريقه اللعب النهارده اربكت فرقه النادي الاسماعيلي ما كانش فيه الا شكري نجيب ومناوشات بسيطه لان الثلاثي بتاع ديفينس النادي الاهلي كان محجمه سواء حمدي فتحي او بدر بانون او ايمن اشرف الشوط الثاني بيبتدي النادي الاهلي برده نفس التيمبو نفس الاداء مسيطر ومستحوذ على مجريات المباراه وراح بفرصه ثانيه عن طريق بيرسي تاو وميكسون بصراحه رحنا بكذا فرصه في مجريات الشوط الثاني ميكسون ولا... من زمان الشوط الثاني قام مغير بقى الثلاثي الامامي اللي هم ميكسون وبيرسي تاو ومحمد مجدي جي ومنزل بعد كده حسام حسن ولعب على يمينه لاعب حسين الشحات ولعب على شماله احمد عبد القادر برضو الفرقه يعني مش بشكل كويس ولكن في ظل بقى ان الفرقه بتحاول والثلاث الامامي بالذات بيحاول ان هو يعني يبقى في انسجام بيحاول ان هو ينعش نفسه بيخش اليو ديونج داخله يعني مش عارف اقول ايه بصراحه داخله ساذجة جدا من لاعب يعني دولي بتلعب في منتخب مالي ساذجة جدا لازم هو يركز في الفتره الجايه ولازم يعني الحاجات دي ما يعملهاش الحكم كان مديله انذار من الشوط الاول اداله انذار وطرده انا من وجهه نظر اللعبه دي تستحق طرد مباشر ليريو داخل داخله بمنتهى داخل العنف في محمد شامي ملهاش اي لازمه بدون داعي بدون لزوم طرد مستحق للاعب اليو ديونج وراها النادي الاهلي طبعا ما حسيتش ان في اي حاله طرد للفرقه الفرقه بصراحه في حاله فوقان في الفرقه والفرقه واقفه على رجلها في ارض الملعب تغيير فرقة اللعب بصراحه عجبتني جدا من بيتسو موسيماني الخطوط كلها كانت قريبه من بعض حسيتش إن في ما حسيتش ان في فركشه ما حسيتش ان في هرجله ما بين الخطوط الثلاثه لا في انيميكية في سلاسل الكره بتطلع من تحت للنص الهجوم بشكل حلو بشكل مميز لفريق النادي الاهلي ولكن بعد الطرد ما حسيتش يعني ان النادي الاهلي يعني وقع فنيا او حتى وقع بدنيا بالعكس النادي الاهلي احرز هدف رابع عن طريق اللاعب احمد عبد القادر بكوره مميزه من حسين الشحات اتعبت له عرضيه خش يراوغ انترباك لفريق النادي الاسماعيلي ويحطها يعني صعب على الحارس احمد عادل ما يقدرش يعمل حاجه النادي الاهلي بيكسب النهارده برباعيه نظيفه مقابل لا شيء النادي الاسماعيلي كل توفي النادي الفتره الجايه بدايه وانطلاقه قويه بيضرب من قوه القالي الاهلي النهارده وبيدي انذار لكل الفرق بربعية جميله وربعية نظيفه وباداء حلو النادي الاهلي وجمير النادي الاهلي عايزه ايه عايزة, عايزه ان انت تكسب وتكسب باداء حلو اللعيبه والسكواد الحلو الموجود في الفرقه صلحنا المشاكل اللي عندنا بالذات الخط الامامي النهارده صلحنا المشاكل اللي موجوده عندنا بوجود بيرسيتاو بوجود ميكسون بوجود افشن يعني ادونا يعني المرونه والسلاسه والخفه في الخط الامامي بعد ما كان موجود كهربا زمان وموجود اطار محمد طاهر كنا بنعاني من البطء الشديد في الحته دي ولكن النادي الاهلي النهارده لا يعني غير موسيماني الخط الامامي بعناصر مميزه الدكه حتى دكة تقيله يعني النادي الاهلي النهارده بيتسو موسيماني لما يغير في موجود بره اللاعب حسام حسن في موجود محمد شريف في حتى موجود, موجود احمد عبد القادر في موجود عم حمدي لا دكه النادي الاهلي تقيله تقدر ان انت يعني تغير من طريقه اللعب وتغير من مجريات اللقاء فكانت تقيله تقدر ان تساعدك لك وتقلب لك وتشقلب لك نتيجه اي مباراه مباراة الجايه النادي الاهلي عنده البنك الاهلي ثم بعد كده مباراه نادي الزمالك نتمنى التسع بونت دول مع انطلاق بطوله الدوري ناخدهم تدينا يعني بوش ودفعه قويه في النادي الاهلي مش عايزين برده نفرط في بنات كتير في الدور الاول عايزين نعمل زي ريني فايلر نحسم الدنيا بدري بدري من الدور الاول وكذلك عجبني بيتسو موسيماني ان هو النهارده مستقبلنا هدف قعد حاجه حلوه حاجه مهمه ده رقم حلو ان النادي الاهلي ان هو ما هدف في مرماه بعد الفترات اللي فاتت دي كلها يعني ده يدل ان حتى طريقه اللعب يعني ادت يعني بنتيجه ايجابيه لصالح فرقه النادي الاهلي والنادي الاهلي النهارده استثمر تغيير طريقه اللعب بشكل مميز واللعيبه يعني فهمت طريقه اللعب بشكل مميز خلينا نشوف الفترات الجايه هل هيثبت بيتسو موسيماني على طريقه اللعب ولا هيتغيرها ولكن وجهه نظر شخصيه بيتسو موسيماني اللي تكسب له العب له يعني تغير طريقه لعبه واجن السمر اتمنى الاستمرار في يعني نفس التيمبو ونفس الاداء في طريقه اللعب بس ده كانت الحلقه كان معاكم كابتن احمد سعيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته